قمة الشرف أن يستشهد الإنسان يفوت، ايه يعني قلت لك قمة الشرف يعني يفوت بها للأخير في معركة في مواجهة هذه الأجنحة المسلحة، أما أن ينتصر عليهم أو يعطي حياته ودمه دفاعا عن السيادة العراقية. قل لي العفو، بس بلا زحمة عليك، مو صار لهم 1400 سنة السيد الكاظم يلطم على الإمام الحسين؟ اي نعم. وشهيد الثورة الحرة والكلمة الحرة، من يجي التطبيق ما نقلد الإمام الحسين عليه السلام. هي هاي الآن تحدي الدولة واللا دولة، هو هذا منهج الإمام الحسين. وين ممكن السيد السيد الكاظم؟ الكاظم الرجل وين علماني الأطراف مدني السياسية التي تدخل ضمن مفهوم الفاعل السياسي؟ وين ذيك الأطراف؟ وين السيد مقتدى الصدر اللي كان يسميهم شو اسمه ميليشيات وقحة؟ وين السيد عمار الحكيم؟ وين السيد حيدر العبادي؟ ما هي هي هاي معركة الطف. الحسين ثورة لكل زمان ومكان.